حتى إذا تعلق الأمر بالهيئة الشكلانية الشكل، مليون رسالة أنت تتلقاها كل شهر، كل شهر تتلقى ألوف الرسائل عشان نكون يعني دقيقين، التي تفهمك مع كل إعلان تقريبا أنك قبيح وغير لائق ومقزز، جسمك مقزز، شكلك مقزز غير لائق، أنت لا تليق بالبلاج أو إيه بالشاطئ البيتش، ما بتليق، ما بتليق تكون إيه في الحفلات الإيه المميزة، ما بتليق بالسيدات الجميلات الممشوقات، لأن جسمك وشكلك وشعرك وصلعتك وكذا. طب إيش الحل؟ تعال عنا خذ منتوجنا، خذ العصا السحرية، ويا ريت هتعمل هيك، ولا عصا سحرية، عصا من خشب، خذ العصا السحرية وأنت ستصبح ذلك اللائق. كذب، كأننا أطفال. وعلى فكرة هتضحك وتقولوا طبعاً إعلانات للأسف الشديد، قال لك دراسة برضو هذه أثبتت أن كل الناس يعبرون عن ماذا؟ عن ثقتهم بأنفسهم وأنهم لا يخدعون بالإعلان، والدراسة أثبتت العكس تماماً، أنهم يفعلون، يتأثرون من حيث يدرون أو لا يدرون، بيتأثروا والإعلان بيخترقهم. إحنا بنتعرض في اليوم يا إخواني لأكثر من 500 إعلان كل يوم. طبعاً اللي ماشي قدامك هذا جاي يصلي الجمعة معك ولابس إيه؟ مش عارف بوس ولا نايكي وكذا، ولا لابس فرجو نايكي، هذا إعلان هو حامل إعلان غير مدفوع مجاني، إعلان غير الإعلانات على الباصات طبعاً وفي الشوارع والبلاكات وغير التلفزيون وغير التلفون اللعين هذا، كل ما تفتح صفحة بدك تقول بسم الله بيجيك 200 إعلان، وقفل قفل قفل قفل، إعلانات فيض من الإعلان غير طبيعي، يستلبون إيه من قيمنا الحقيقية، يفرض علينا القيم الملوثة